لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أيها المسافرين الكرام متوجهين إلى الجزائر العاصمة، القائد الرحلة عبد الله كلونديستان يرحب بكم ويقول لكم أهلا وسهلا. الحرارة الخارجية 15 درجة، أما الحرارة داخل السيارة 45 درجة فوق الصفر. كما تعلمون السيارة فيها 4 بيبان، زوج بيبان على اليمين بيت نغلقوا بيت نحلوا، أما على اليسار أنتم وزهركم. وكما تعلمون القائد الرحلة عبد الله الكلونديستان أنا أمامنا يقولكم كي تشوفوا السيارة أمامكم غمضوا عينكم وزيروا السنتورة، على خاطر القيدون ما يحكمش، البرانات ما يشدوش، سنتور سيكوريتي ما كاش. أما بيضوضان في القطاع ولا ملحقناش اليوم نلحقوا غدوة. رول سي عبد الله رول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاة فنان جزائري، مات إسر أزمة قلبية ولم يشاهد أفلام، والسبب شمعة الفن المنطفئة مبكرا. رشيد فارس هو أهم الفنانين الذين تركوا أجمل البصمات والذكريات في قلوب الجزائريين، والذي رحل عنا في سن مبكرا تاركا فراغا لا يعوض في الساحة الفنية. رشيد فارس النجم الراحل ولد بحسين داي يوم 9 مارس 1955، وهو أحد ألمع نجوم الفن في الجزائر، والذي احترف التمثيل والإخراج السينمائي طيلة مساره الفني. بدأ نشاطه الفني في ريعان شبابه بمشاركته في أعمال مسرحية إلى جانب الفنانة السيدة سونية، ثم دخل إلى عالم السينما في الثمانينيات وشارك في العديد من الأفلام مثل فيلم لوكلان دي ديستن وحس سانية وفرنسا يا فرنسا وألف صعيب والخريف. وعلى شاشة التلفزيون ظهر في مسلسلات وأفلام عديدة خاصة الكوميدية، حيث شارك في الطقس المخفي كما لمع نجمه في السلسلة الفكاهية ساعد القط، وآخر ما أداه هو عبارة عن سكتشات عرضت خلال شهر رمضان بعنوان اللهم إني صائم، فقد كان آخر عمل له ولم يحضر مشاهدته بسبب وفاته إثر سكتة قلبية يوم 20 جوان 2012. حظى بحب الجمهور له ونال عدة تكريمات وجوائز مثل جائزة أفضل ممثل سنة 1987 بتونس وجائزة الفنك الذهبي سنة 2007. فقد اشتغل منتجا ومخرجا للأفلام جلبت له الشهرة والنجاح في مسيرته، ورحلت الروح وبقى العطاء خالدا في التمثيل. اسم آخر من الأسماء التي بقت عالقة في الذاكرة إلى حد الساعة ووجه فني استطاع بخفة روحه وتمكنه في عالم السينما والتلفزيون أن يصل إلى أغلب قلوب الجزائريين في الكثير من المحطات الفنية التي كان له نصيب فيها، وأغلبها ضخمة من حيث المضمون والممثلون. عرف عن المرح والخفة بين جميع كل من عمل معه، سواء زملائه في التمثيل أم من المخرجين والمنتجين. نقف عبر صفحات الوطن العربي لكي نعيد أسماءه بيننا ونتذكر رشيد فارس الذي رحل ذات يوم من سنة 2012 تاركا وراءه العديد من الأعمال التي خلدت روحه إلى حد اليوم. عرف عنه القدرة على الأداء وتقمص الشخصيات، حيث كان متمكنا في هذا الميدان منذ أن ظهر فيه من الصغر وأصبح من بين ألمع نجومه. استطاع بذلك أن يحجز مكانا له ضمن كوكبة الممثلين الذين عاصرهم في تلك الفترة، وكان أغلبهم من عمالقة الفن الجزائري الذين شاهدوا له بقدراته وتمكنه في تقديم أجود الأعمال والأدوار، وهذا ما سمح له بالتواجد معهم في الكثير من الأعمال الخالدة التي عشقها الجمهور الجزائري ولا يزال يعشقها إلى حد الساعة، خاصة الأعمال الكوميدية منها التي كان بارعا في تقديمها بخفته ومرحه على غرار التاكسي المخفي الذي يبقى رائع من روائع الأفلام الكوميدية إلى حد الساعة، الذي لا يزال يحوز أكبر المشاهدات رغم أنه مرت عليه عدة سنوات
وكان رشيد فارس له دورا كبير وقطعة أساسية فنية. حينما نرجع على أهم المحطات التي شارك فيها الممثل القدير رشيد فارس، نجد أنه لامس المتعة والفرحة خلالها، وهذا يتمكنه في عالمه، وكان في أغلب هذه الأعمال قطعة أساسية لا يمكن أن يستغنى عنها، وله تأثير كبير في كل الأعمال التي كان له دورا فيها، التي نذكر من بينها مروتوري للمخرج عكاشة، تويتا شاي إنيا لسعيد ولد خليفة، وراء المرأة لنادية شرابي، وكلها أعمال خالدة بالإضافة إلى الأعمال المسرحية وأهمها ليلة الطلاق التي تقاسم فيها مع السيدة سونيا الدور الرئيسي، وكان آخر ظهور للفنان القدير في الأفلام في مصطفى بن بولعيد، إلى جانب الفنان الكبير حسان كشاش والقدير سلمان بن عيسى. اسم سقط من قائمة الممثلين الجزائريين بعد مرض عضال، تاركا وراءه كما هائلا من الأعمال، واعتبر عملاق الفن. رحيله من عالم الوجود إلى عالم الأبدة بمثابة خسارة كبيرة، سواء كإنسان محب للحياة أم كفنان معطاء. خلد اسمه في الكثير من الأعمال الضخمة قبل رحيله. الموت يغيب الممثل الجزائري رشيد فارس إثر تعرضه لسكتة قلبية بمنزله بحي بينام بالضاحية الغربية لعاصمة الجزائر، عن عمر يناهز 59 سنة. فنانون يبادرون بتنظيم وقف التكريم للممثل رشيد فارس. بادر عدد كبير من الفنانين في الجزائر العاصمة بتنظيم وقفة تكريمية خليدا للراحل رشيد فارس، حيث تطرقوا إلى مشواره الفني وطريقه في التمثيل، وتعاقب المخرجين المستمعون في فضاء بلاستي ليومية لوك تيديان دالجير نيوز، والذين عملوا مع رشيد فارس للحديث عن هذا الممثل الذي كان رجل طوال مشواره الفني. وكشف المخرج والمنتج بشير درياس عن صور من فيلمه الأخير لوب أند كو، الذي يمثل فيه رشيد فارس إلى جانب سيد علي كويرات، لسيناريو ياسمين خضرة المستلهمة من القصص البوليسية الأولى للممثل. وتطرق بشير درياس إلى الطابع المتكامل لرشيد فارس، وكذا علاقة الصعبة أحيانا مع الصحافة، كما شهد عن الثقافة السينمائية الجغرافية الكبيرة التي كان يتمتع بها الممثل، ومعرفته وحبه للسينما العالمية التي اكتسبها من بدايته كمعرض للأفلام. أما المخرج دحمان أوزيد فقد أحيانا من جهته المؤهلات الفنية التي كان يتمتع بها الممثل الراحل، وقدرتها الاستثنائية على حفظ النصوص، خاصة عندما تكون ظروف التصوير صعبة، حيث قال أن رشيد فارس كان ممثلا غير متعبا أثناء التصوير، كما قال المخرج رشيد بن علال الذي أخرج فيلم يا أولاد سنة 1993، والذي مثل فيه رشيد فارس، إن هذا الأخير أعطى الممثل كل مصداقيته. وتواصلت الوقفة التكريمية بعدما ذلك بالموسيقى مع فرقة السد من مدينة الكنداسية، التي أدت مقطوعات من موسيقى ديوان مخصصة، في المقدمة قصيدة تكريمية للمرحوم رشيد فارس. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.